What are you doing? I'm doing talking to my sister, and I'm doing the usual Natasha. Okay, seriously, what's the tasweer okay? I have to shoot everything, I'm a pro. You take nice pictures of TikTok. Yeah. ايه مصوره؟ Can you imagine انه هذا الفيلم ما في شخصية رجل؟ كلهم نسوان؟ كلهم نسوان بس انه شخصية حب يعني. اللي قال لبنان تجربة فاشلة كان معه حق، وهذا القول قيل من امتى؟ من 40 سنة، مش هلا. مين قاله؟ لبنان تجربة في واحد منه معروف يعني منه شخصية يعني بس مطلع على الأمور وبيعرف إنه من 40 سنة أثبت إنه لبنان ما عنده مقومات دولة. لكن لوين رايح لبنان هلا؟ رايح على الزواج. حس فيها قد ما حسيت فيها من شهرين، كيف بدنا نحس فيها بعد سنة؟ عشان هيك بحس أنا ما حيتصور الفيلم إلا إذا حطينا الكاميرا بكل لحظة. كلمة هيك أنا بدي أسأله إنه بعد الشيء اللي قلته. أنا عم بتعب. نتاشا انا عم بتعب ولا لا؟ بس انا هيدا عم تاخذ انرجي من هيك شيء اوكي؟ انه كيف انت بتتوقع الواحد يكون مبسوط بهذا البلد اللي ربيحه وبنفس الوقت في انفجارات بتطلع؟ ما في شيء حقيقي بهالمدينه، كله ادعاء، والمثقفين بالحمراء هن ناس مدعيين وانا اولهم، يعني انا مش عم بتهم حدا. نحن كلنا بهالمدينة ناس مدعيين لأنه هالمدينة ما في بقلبها تجربة حقيقية لتنتج ناس حقيقيين. يعني مش ضروري يكون في سبب كتير كبير لتحبي بيروت. بلا لازم يكون سبب كبير، ممكن يكون سبب صغير. سبب صغير يخليني أغير حياتي كلها؟ إيه ممكن يكون صغير بس بيريحك. شو السبب؟ يعني مثلا أنت بتحسي ببيروت بالحرية. يمكن هذا اللي معلق ببيروت بس انه بتحس انك حره من كل القيود. أنا بقول إنه أنت من لما فكرتي بهالفيلم كتير كتبنا مشاهد بخيالنا وحاولنا نعيد صياغتها وتعبنا وسهرنا وكذا، كأنه هل بدك تقولي بعدك ما وصلتي له. هذا هو اللي بفكر فيه أنا، إنه في شيء بدك تقولي ما بعرف، يمكن يطلع لوحده، يمكن ما تبذلي مجهود عشان يطلع، يمكن اللي عم تعمليه هو هذا اللي بدك تكتبيه. هاي لينا سيارة كما حال وصلنا فالانتيك عام كله. أيوة. أنا بموت وعيش هون هالانتيك هاي حقتي. شو بدك تقول للكاميرا؟ Oh God. I'm busy, I can't go. But something you want me to know, يعني شغلي اتذكرها. Dropping everything. And if I can drop the important thing that's happening before this, I'll drop it too. Let's struggle. Struggle? We are struggling.